السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. يجتمع الكوليسترول مع الدسم المشبع، طبعا الكوليسترول في الدم يرتفع. ملي الكوليسترول ملي كيرتفع في الدم تيولي الانسان يعني مرتخي، كيولي ضجير، كيولي تقلق، كيولي يديه تقال ورجليه تقال، مع المرات كيوصل حتى للتنمل في الرجلين، كيولي راسو يضرو، كيولي عيني حمرين، كيولي عدو اعراض ان الجسم ديالو كيتوقف كيتخنق. هنا الكوليسترول هو يعني شيطان الاسم، يعني كيجري في مجرى الدم الكوليسترول ما سهلش يعني. والعكس ديالو اللي كيقضي عليه هو الاوميغا 3، اوميغا 3. نعم، اوميغا 3 ما يخليش هذا الكوليسترول يعني يطغى في هذا، خصوصا لما يتاكسد من الحميد الى الخبيث هذا. ف يعني هذا السيده قالت جوج الانواع ديال الخرقوم، لا يعني ربما تكون تتكلم على هذيك المسحوق الصفر اللي في الباكيه الصناعي اللي كيصفروا به الدجاج وكيصفروا به اللحوم اللي يبغوا يحمروا. نعم، هذاك ملون يجب ان لا يستهلكه الناس، يجب ان لا يقرأ البلدي. هذا الكركم تيقولوا كنتكلموا على الخرقوم البلدي العروقه اللي كيدقوه الناس في المهراس، يعني هو هذا الكركم. عليا ما غاديش يتشابه على الناس، لان عندنا اللغه الفرنسيه الناس يعني تقريبا بعض المرات يعني كيفهموها اكثر من اللغه الام. مع الاسف الشديد ان لا كيركمين، هذه مكون لا كيركمين اللي موجود في لو كيركما، هو سميتو لو كيركما هو هذا، هو ملون وملوه ملون ومنكه. نعم، ولذلك انا اكتفي به في الطبيخ فقط. نعم، مع زيت الزيتون والبصل هذيك انا اكتفي به، يعني ملون ومنكه، خاص الناس يستعملوا بكميه كبيره. نعم، الاستعمال ديالو اللي كان في المغرب معروف الاستعمال ديالو بكثره، كان في الحريره الحمضاء. فعلا كانوا كيستعملوه الناس في الحريره، كانوا كيديروا ملعقه كبيره. مازال هي لحد الان اللي كيدار في الحريره، الا داروا يا ليت لو كان الناس يديروا 4 ملعقات كبار يكون احسن. وما يعملوش ابزار. نعم، ما يعملوش ابزار، لان الابزار من البهارات الخطيره. مم. من الاحسن يعملوا كركم، لان الان العصر ديالنا ما بقاوش الناس يتحملوا الابزار. نعم، الابزار كانوا كيتحملوه الناس ملي كانوا كيعيشوا على الطبيعي، وكان جهاز هضمي قوي جدا من الحديد. نعم، اما الجهاز الهضمي الان اصبح هش، ولا يقدروا الناس على الابزار. ما يقدروش اذا كانوا مضطرين يديروا غير واحد الكميه قليله. نعم، جدا. نعم، لتنكيه او باش ياخذوا حنا هذا باش ما يحسوش حتى ديك ما. على عكس الفلفله الحاره. نعم، الفلفله الحاره هي جيده، بالعكس يعني هي جيده، لان هي كتسخن الجسم جيدة حتى لاصحاب السكري، الناس المصابين بالسكري هذه الفلفله الحاره مزيانه. نعم، تكون عندهم في الطبيخ ديالهم جيده. وكاين بعد النساء المدمنين بهذا المشكل، هي مغريه. نعم، كيبقاو ياكلوا في الفلاح حتى كيبكيو، يعني حتى كيسيلوا الدموع ديالهم. جيدة ما يكثروش منها، ولكن الناس اللي عندهم بعض الالتهابات على مستوى المعده من الاحسن ما يكثروش منها، يتفاداوها، لان هذيك ليريتاسيون، يعني هذيك القضيه ديال الحريق ديال هذيك الفلفله يكون عندهم مشكل. هذه السيده كتقول لها قالوا لها ما تكثريش من الكركم، لانه يسبب، لا هو العشبه الوحيده التي ليس لها اعراض جانبيه ولا تسبب اي مشكل في الجسم هي الكركم، واخا يتناولوا الناس منه حفنه في اليوم، يعني هو ليس هناك اي مشكل، هو امن. امن، لان احنا عندنا اللائحه ديال الاعشاب، وعندنا ماشي مضره. نعم، لا عندنا اللائحه ديال، انا كل عشب ولا كل مكون كنشوفوا الخطر ديالو، واش فيه نفع زائد واحد الماده سامه. الا كثرتي الشيبه مثلا، الشيبه فيها واحد الماده سامه ولكن نوروتوكسيك، ولكن الى بالكميه اللي كيتناولوها المغاربه جوج العراش ولا ثلاثه هي جيده، بالعكس هي جيده. تينقعوها في الماء الساخن عاد كيديروها في الماء. جيده، بحال القرفه مثلا، القرفه كذلك قويه جدا، الناس اللي عندهم مثلا قشور كلوي يتفاداوا القرفه، لان القرفه قويه من الاعشاب القويه جدا، كذلك البزار، البزار فيه الصفرول، والصفرول مادة سرطانية يعني. فهذه المكونات احنا كما البرنامج عام، والبرنامج كيأطر ناس كيوريهم الأشياء، يعني المعلومات هذه معلومات قوية جدا، والناس الآن كيفضلوا الإعلام على قراءة الكتب. أكيد، ولذلك فهذا البرنامج توصل المعلومة بسرعة، واحد المعلومة وإلى عقلوا سجلوا نيت هذه الحلقة وعقلوا على هذه المكونات وعاودوا استمعوا لها حتى بالمستوى العالي، الإخوان الباحثين في المختبرات وفي الجامعات. نعم، يعني هذه المكونات ديال الفلافونويد وهذه المضادات للأكسدة. نعم، هذه الأنتي أوكسيدانتس يعني كومباوندز. نعم، هذه هي حتى الأساتذة يحاولوا يجتهدوا ويعملوا في المختبرات، يعني كيف ما كان الحال يجب أن يعمل الجميع، ماشي يبقاو يتصنتوا كيف ما كان الحال. انا نتمنى يكون يعني
باحثين اخرين وعلماء اخرين، وانا متيقن ان هناك باحثين كثار في المغرب اللي يعملون ابحاث في المختبرات في الجامعات على هذه المكونات. كاين في جامعة فاس، كاين في جامعة الرباط، كاين في جامعة مراكش، كاين في بني ملال، كاين في الدار البيضاء، كاين معاهد كثيرة وجامعات اللي يعملون في هذا الاتجاه هذا. ولما لا، خصوص ان عندنا في المغرب اعشاب كثيرة جدا، ولكن خص هاد الاساتذة يدوزوا للطور ديال يعني خروج عند المستهلك، ما يبقاش هاد الابحاث في المختبرات ولا يديها للمؤتمر ولا ينشرها ولا. نعم كاين التجارب اللي عملناها الان على الفئران، ولكن وصلت للانسان. وعلاش؟ لان في النظام في الميدان الغذائي احنا ما عندناش طب الاعشاب، احنا عندنا الطب الغذائي. احنا في الاغذية عندنا واحد الميزة، ان ممكن نعطيو للاشخاص الاشياء ياكلوها مش نجربوا عليهم. هذا اكل لان عليه الحاجه اللي معروفه والناس كياكلوها، ممكن الناس غير نعطيهم طريقه كيفاش يستعملوا المسائل هذه، ثم غتكون عندنا نتائج من بعد. مش بالضروره يعني حتى نجربوا على الفئران ولا شيء، الا كانوا الناس كيعرفوا واحد الماده وكتستهلك. لكن استعمالها بطريقه مدققه وبكميه جيده ومع مكونات اخرى، يعني مع مكونات اخرى، ثم كنتبعوا هذه النتائج. بحال زيت ارغان مثلا، زيت ارغان اللي عملنا عليه بحث في الجنوب المغربي على عينه كبيره شي 400 امراه عندها الكوليسترول وعندها ارتفاع الضغط، ويعني كان عندنا المشكل الوحيد هو اللي كنا كنبغوا ناخذ الدم. كاين ناس ما كيبغوش يعطيونا العينه ديال الدم، ولكن ما علينا خير ان شاء الله. كان تبين على ان تناقش يعني من اللي ولكن طريقه مدققه، ماشي الناس ياخذوا زيت ارغان. خاص العينه خاصها تكون اولا عينه تكون يعني تراعي وتحترم شروط البحث العلمي، ما خصهاش يكون ما تغش. يعني الشخص ملي كنقول له ما تاكلش لحوم، هما في الباديه كيتحركوا، ما كانش عندنا مشكل مع الحركه، النساء كلهم كانوا كيشقاو وكيتحركوا، ولكن من منعنا عليهم اللحوم والسكر. السكر كان عندنا مشكل فاش يحيدوا لنا السكر، كانوا كيتناولوا شويه خزنه. السكر واللحوم منعنا عليهم السكر واللحوم، وعطيناهم هذا زيت ارغان جوج ملعقات كبار في اليوم، ملعقتين كبيرتين في اليوم. ثم بعد شهر، يعني احنا ما كناش غادي نديروا شهر، ولكن غير بعض الظروف اللي خلاتنا نمشيو شهر. علاش؟ لان الشخص تقول له اعطيني الدم نهار اثنين وتعاود ترجع عنده جمعه تقول له اعطيني الدم ما يبغيش. فهنا يعني تحايلنا شويه على الناس باش ما يتقلقوش لنا. والنتائج كان معنا فريق كان في كليه العلوم بالرباط، كان في معهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره، كان في ياباني. وهذا البحث هذا اعطى نتيجه باهره، ان فعلا بعد شهر لقينا الناس كلهم 90% كلهم اللي كان عندهم ارتفاع الضغط كان كلهم جيد. ارتفاع الضغط ما كانش النتيجه، ما كناش احنا عملنا على ارتفاع الضغط، ولكن الكوليسترول الناس اللي عندهم كوليسترول كلهم رجع للتركيز ديالو العادي. هذا بحث يعني ميداني جيد. اعطيت هذا المثال علاش؟ لان كل الاشياء ممكن نعملوا عليها بحث. واذا كانوا الاخوان في كليه الطب على الخصوص المركز الجامعي استشفائي الجامعي سي اش هو علاش دار البحث العلمي؟ علاش عندنا اسره؟ عندنا اشياء كلها في المستشفيات، عندنا في فاس، عندنا في مراكش، عندنا في الدار البيضاء، عندنا في الرباط، في المستشفيات الجامعيه. هذا هو الدور ديالها. خصنا نعطيونا مرضى، خصنا المسائل ماشي غنجربوا عليهم اعشاب، لا، يعطيونا مرضى باش نعطيونا نمط العيش جيد، ثم خصنا هذه النتائج باش نوثقوا حنا وباش نديروا منشورات. باقي عندنا اشياء في المغرب اللي هي مع الاسف الشديد ما خضعتش للبحث كثير، بحال الزعفران الحر، وبحال الاشياء اللي خصها الحرمل اللي يمكن الاخوان في فاس اللي عملوا واحد يعني دراسه على الحرمل بانه يكبح سرطان. ولكن عندنا اشياء، هذه الخشاش الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: وما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوانه. فهذه كلمه الوان هي المكون او المركب الكيماوي القوي في هذا الخشاش. انه اولا كيكون عن ملون بحال الكركم اصفر، الزعفران اصفر، بحال مثلا الاشياء اللي كتبان زرقاء، الاشياء اللي كتبان بنيه، بحال البرقوق الكحل، بحال الرمان، بحال التفاح، بحال الاشياء. يعني اما الوان عندها لون كيظهر، اما كيكون عندها لون يتغير، بحال التفاح كيولي حمار، بحال البلوط يولي كحل، بحال الزيتون يولي كحل، بحال اللي عندها اللون. وهذه الله سبحانه وتعالى عطانا الخاصيه ديال اللون، لان ما كانوش مختبرات من ينزل الوحي. يعني عطانا حاجه اللي كتشوف العين، حتى السماء ملي بغى يحاج الناس ماشي غادي نديروا طائره ونطلعوا نسولوا السماء. يعني اللي رفع السماوات بغير عماد ترونها، يعني هز عينيك راه غتشوفها، ما احتاجش بحث علمي، ها هي واقع يعني قبه فوق منك بدون 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 اعمده. فهنا لكن العصر الحالي وعصر العلم، والحمد لله اننا عندنا واحد لائحه ديال الاشياء اللي خدمنا عليها، ويعني والابحاث نشرت في بعض الدوريات قويه مثل الجورنال اوف اسينشال وايلز في امريكا، وتنشرت في الجورنال اوف بايو تكنولوجي، وتنشرت حتى في هذه المجله ديال منظمه الصحه العالميه. نعم حتى هي مجله منظمه الصحه العالميه. وكاين هذا كما قلت، خاص هذه المسائل توصل للمستهلك.